ثلاثة أيام والكوادر الصحية في مختبر ذي قار المركزي تسجل ارتفاعا ملحوظا بعدد الإصابات لفيروس كورونا، الأمر الذي يشكل تحديا جديدا يستدعي تضافر الجهود لمنع وإيقاف هذه الموجة من الانتشار. نتوقع زيادة في عدد الإصابات لأسباب أهمها هو عدم الالتزام بتوصيات خلية الأزمة، وكذلك زيادة عدد العينات والمسحات المأخوذة من المواطنين وعمل جهاز البي سي آر في دائرة الصحة ذي قار. لا حل لدينا غير التباعد الاجتماعي والالتزام بحظر التجوال وعدم الخروج من المنزل سواء بوجود حظر أو غير أو عدم وجود حظر إلا للأمور الضرورية. نتوقع بالأيام القادمة زيادة بالأعداد المسجلة. تزايد عدد الإصابات غير المسبوق في ذي قار دعا خلية الأزمة لضرورة تطبيق حظر التجوال الصحي الشامل، والذي كان مستوى الاستجابة له من قبل أغلب المواطنين في المحافظة لا يوازي خطورة الموقف الوبائي، وهو ما رصدته كاميرا العراقية. ألزمت قيادة شرطة محافظة ذي قار بفرض وتجديد حظر التجوال على عموم المحافظة. أود أن أذكر أنه حظر التجوال هذا حظر وقائي، الغاية منه توعية المواطنين على من خطورة هذا المرض. الإجراءات المتخذة من قبل أجهزتنا الأمنية هي توعية المواطنين من خلال استخدام الكمامات وكذلك الكفوف، أيضا محاسبة المخالفين. التوجيهات الأخيرة لخلية الأزمة في ذي قار تتحدث عن تطبيق شامل لحظر التجوال في جميع مدن المحافظة على حركة المركبات والمواطنين، غير أن المشهد من خلفي يتحدث عن عدم التزام شامل بهذا الحظر، مما يعني استمرار تصاعد الإصابات بحسب معنيين. العراقية الإخبارية علي حسن، الناصرية.